السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم من تيم ايزي. ان شاء الله هنبدأ نشرح التوتوريال السادس في مديول البروفيشناليزم اللي بيتكلم عن الكي سكيلز اوف ساينتفك ريسيرش، اللي هو المهارات اللي المفروض تكون موجودة عند الباحث عشان يقدر انه يطلع لي بحث بشكل بيرفكت، يعني بيقدم لي حاجة كويسة محترمة. تمام، ايه هو تعريف الريسيرشر؟ طبعا الريسيرش هو الريسيرش اساسا اللي هو البحث، عباره عن انا بدور على موضوع معين، اذا كان امراض اذا كان اي حاجه، بنزل اجمع داتا ما بين الناس وابدا ان انا الداتا دي احللها، بعد كده اطلع النتائج، والنتائج دي يا اما هتكون مفيده او مش هتكون مفيده، طبعا بناء على النتائج دي البحث هيكمل او لا. فده اصلا الريسيرش، ان انا دايما بدور على معلومات. تمام، فهو ايه الريسيرشر؟ الريسيرشر هو اللي بيقوم بالبحث ده، هو شخص عادي جدا بيدرس موضوع معين، هدفه كله ان يطلع لي معلومه جديده او يسهل فهم حاجه جديده. هو ده تعريف الريسيرشر. زي مثلا نزل جه دلوقتي كورونا مرض جديد ما كانش حد عارفه، فنزلوا وجمعوا داتا ومش عارف ايه، المهم يعني ان هم طلعوا معلومات جديده. ده كورونا ده كان جاي من كذا وكذا، ده جاي مش عارف ايه، بيتنقل كذا، ده علاجه كذا وهكذا. دي كده المعلومات وطلعت معلومات. طب افرض بقى دلوقتي الكورونا بقى لها تقريبا اهو 4 سنين، دلوقتي احنا عايزين نعمل بحث تاني عنها، هنعيد مثلا البحث ده. ليه بقى هنعيد البحث؟ عشان نفهم مثلا كورونا ايه علاقتها بباقي الفيروسات. فيا اما انا عايز افهم حاجه جديده، يا اما انا بدور على معلومات اصلا محدش عارفها. طيب الريسيرشر اللي هو الباحث بيحتاج ايه؟ يا اما يحتاج مهارات يا اما موهبه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق بين المهاره والموهبه؟ الموهبه دي الانسان بيتولد بيها، بيبقى عندنا، يعني مثلا واحد بيبقى موهوب مثلا ان صوته حلو، دي كده موهبه. سكيلز بقى لا، دي مش بتتولد بيها، هو حاجه بيتعلمها او بيطورها، حاجه بيتعلمها او بيطورها. طبعا الاهم بالنسبه لي هي السكيلز، اصل ممكن انسان يكون عنده موهبه بس مش عارف يستخدمها صح، او مش بيتدرب عليها، مش بيحاول يطورها بالسكيلز، فبالتالي هي ملهاش اي لازمه. اي حد هيكون عنده سكيل هيكون بالنسبه لي افضل من الشخص اللي عنده موهبه. طيب هو هنا بيقول ان السكيلز اللي هي المهارات عباره عن شيء انا بكتسبه يا اما بالخبره يا اما بالتدريب. زي مثلا الرسم، الرسم موهبه ولا مهاره؟ معظم الناس هتقول لي لا دي موهبه. لا طبعا الرسم هي حاجه يا اما يكون موهبه يا اما مهاره، عادي جدا واحد يكون مش بيعرف يرسم بس بدا انه يتعلم وبقى يعرف يرسم، فبقت هنا بقت سكيل وليس تيلم. تمام، في هنا عنده نوعين من السكيلز اللي هو اصلا هتتكرر ليها فعل بالموضوع عندي، اللي هو الهارد وسوفت سكيل، واتكلمنا اصلا عنها محاضره قبل كده. السكيلز بتبدا ان انا يكون لازم يكون عندي معرفه عن حاجه معينه، والمعرفه دي بتبدا ان انا اتعلم بعديها، واتعلم علشان ايه؟ عشان يكون اكون كفؤ، اكون شخص يعني عندي مهاره او حاجه تخليني منافس للي حواليا، وابدا ان انا اشتغل على المهاره دي انا اتعلمتها اهو، ابدا ان انا اتدرب بقى. بعد ما اتدرب وكده مثلا في الامتياز انا بكون لسه بتدرب على السكيلز معينه، بعد كده لما اوصل مثلا اخصائي او استشاري بقى عندي اكسبيرينس، وبعد كده بقى عندي ابيلتي، بقى عندي قدره كبيره، وبعد كده بقى ابدا ان انا اكبر واكبر، بقى عندي خبره مثلا اكون عندي 50 سنه، ده انا استشاري كبير كبير، وبعدين الاقي نفسي بقى انا اللي بدرب ادفانس تريننج، انا اللي بدرب ناس اقل مني وهكذا. طيب بعدين الهارد سكيل والسوفت سكيل. الهارد سكيل هي متعلقه بالسبيشاليزيشن، يعني ايه؟ يعني انا التخصص بتاعي بالظبط، انا يا ترى دكتوره، طب انا ممرضه، ده انا مهندس، ده انا مبرمج وهكذا. الهارد سكيل تعتبر تكنيكال، بيبقى ليها شهادات بيعترف بيها، يعني مثلا ما ينفعش حد يقول انا معايا الطب من غير ما يوريني شهاده البكالوريوس مثلا او شهاده الماجستير وهكذا. لكن السوفت سكيل لا، دي متعلقه بشخصيتي انا، انا بعرف اتعامل ازاي مع الناس، بتواصل معاهم عامل ازاي بالظبط، تعاطفي معاهم عامل ايه، دي بتبقى بيرسونال جدا. ممكن اصلا شخص يكون عنده سوفت سكيلز وليس هارد سكيل، مع ان الاثنين بيكملوا بعض، ما ينفعش حد يكون عنده حاجه مش التانية، بس الهارد سكيل قيمتها بتفقد قيمتها لو انا مش عندي سوفت سكيل. هنا تاني بيقول ان سوفت سكيلز عباره عن انتر بيرسونال وي كوميونيكيشن ابيلتي، تاني قدرتي على اني بتواصل مع اللي حواليا ازاي بالظبط. تمام، لكن الهارد سكيل بتعتبر ان انا حاجات بتعتمد على شغلي وعلى دوري وعلى المعرفه بتاعتي، اللي هي اصلا بقيسها اساسا بالشهادات، الشخص ده معاه شهاده ولا مش معاه. وهنا جاي التاني الفرق ما بين الهارد سكيل والسوفت سكيل، احنا اتكلمنا اصلا عنها زمان كتير بس هنتكلم عنها تاني. السوفت سكيل دي الهارد سكيل قصدي كانت تكنيكال ابيليتيز، يعني حاجات بعرف اقيسها بقى بشهادات وهكذا، زي مثلا قدرتي ان انا اعرف اتكلم لغه اجنبيه، او قدرتي ان انا معايا مثلا ديجري او سيرتيفيكيت اللي هو شهاده معينه بتقول ان انا واخده كورس في هكذا، او معايا شهاده من الجامعه هكذا وهكذا. قدرتي ان انا اكتب على الكيبورد بسرعه، او دي اللي هو المهندسين وهكذا.
ماشي. والكمبيوتر بروجرامنج اللي هي الحاسبات يعني، دي يعني دي مجالات مختلفة. السوفت سكيل بقى دي ممكن تكون شخص في المهندس ومش الدكتور، الاثنين عندهم السوفت سكيل دي، تعتبر ايه بقى؟ انتر بيرسونال سكيلز، ازاي اتواصل مع اللي حواليا، ازاي يكون عندي مرونه في الكلام، ازاي ان انا اصلا اكون ليدر شيب يعني اكون قائد للفريق بتاعي، واعرف اتعامل في التيم وورك، ويكون عندي تايم مانجمنت ان انا بعرف ادير الوقت بتاعي. طيب المهارات اللي المفروض الريسيرش يكون عنده شويه مهارات من سوفت سكيل وهارد سكيل، دي عباره عن 14 مهاره المفروض تكون عند الريسيرش، تمام. وهنيجي هنا كاكتيفيتي يعني نقسمهم يعني من السوفت من الهارد. مبدئيا لازم الشخص ده يكون صبور، لان الريسيرش بياخد وقت طويل جدا، لازم يكون صبور. تاني حاجه يجي دايما يدور عن المشكله، ومشكله تكون مهمه. تالت حاجه انه يبدا يصيغ المشكله دي، وبعدين يبدا انه يحلها. بعد كده يبدا يتواصل مع اللي حواليه، اذا كان بقى في تجميع الداتا او مع زمايله وهكذا. وكمان بروجكت مانجمنت سكيلز اللي هي تعتبر تعتبر ايه؟ تعتبر ان انا احط ريسورسز معينه، احط اللي هو انا جبت المعلومات دي منين وكده. تيم مانجمنت ان انا اعرف ادير التيم بتاعي ازاي بالظبط. واناليتيك سكيل اللي هي الاحصاء بقى. وبعد كده السيلف اسسمنت اللي هو لازم يكون واثق في نفسه، اصل انت جاي بتقولي معلومه معينه لازم اكون واثقه في المعلومات واثقه في نفسي لما اجي اقولها بالظبط. ودايما اكون بتقبل النقد، خصوصا النقد البناء، ويكون عندي شويه من الكرياتيفيتي اللي هو من الابداع، دايما اكون بفكر خارج الصندوق. ودايما اكون منظمه، ما كنتش شخص عشوائي في شغلي. كمان يكون عندي بيرسيستنس اللي هو دايما بستمر، دي نفس المعنى بتاع البيشنس، اكون انا صبوره عشان اقدر ان انا ايه استمر في الشغل اللي انا بعمله ده. وفي الاخر لازم اكون متعلمه ساينتفك رايتنج، لان لازم اكتب الريسيرش بناء على قواعد معينه، في دي بنسميها ساينتفك ايه رايتنج. طيب هنحفظهم ازاي؟ بالتسكيمه دي، بيزنس مان مونت كراي وواثق في نفسه. يعني ايه؟ بقول له يا بيزنس مان ما تعيطش، بس انا قلبت دي خليتها بي، ما تعيطش وخليك واثق في نفسك. البي اللي هي البيشنس، والاس البي وبي اللي هو البيشنس، اول واحده البيشنس، والثانيه اللي هي البروبلم سولفنج وادابتابيلتي، تمام. الاس اللي هو الاثنين سكيلز اللي هي كوميونيكيشن سكيلز واناليتيك سكيلز. والمان اللي هو الام دي اللي هي المانجمنت اللي هو البروجكت مانجمنت سكيل، وكمان التيم مانجمنت سكيل، وكمان ال و ال بي اللي بقى البي اللي هي بقى البريتستنس والبيشنس، البريتستنس والبيشنس ماشي. طيب والاو اللي هو الاورجنايزيشن، الان دي اللي هو الساينتفك، الان اللي هي نادي الان، تمام. وكمان الكراي اللي هو السي دي هتبقى ايه بقى؟ كرياتيفيتي. وكمان عندي هنا التاني هي تقريبا الكرياتيفيتي بس، وواثق في نفس اللو لا كرياتيفيتي، وكمان الكريتينيزم الاثنين سي، سي وسي كرياتيفيتي وكريتينيزم. وكمان واثق في نفس اللي هو ايه سيلف اسسمنت، تمام. هنا بقى بيقول مين فيهم سوفت ومين منهم الهارد، تمام. عامه كلهم سوفت سكيل، كلهم سوفت سكيل ما عدا الاربعه دول او الخمسه دول اللي هم اي حاجه لها علاقه بالمشكله، اذا كان بقى بروبلم او بروبلم فورميشن او سولفنج، دي كلها حاجات تعتبر هارد سكيل. يعني انا اصلا مش عارفه اصيغ المشكله الا بيكون عندي قدره على كده يعني، فاهميني. وكمان عندي الاناليتيك سكيلز اللي هي الاحصاء، طبعا لازم حاجه اتعلمها يعني، وساينتفك رايتنج اللي هو الكتابة. يبقى دول ليهم علاقه بالهارد سكيل، الباقي بقى كله يعتبر سوفت سكيل اللي هي خاصه بشخصيتي ذات نفسها، لكن دي مش ملهاش دعوه بشخصيتي، تمام. هنبدا واحده فيهم نتكلم فيها عنها بالتفصيل. اول حاجه اللي هو اول واحده اللي انا كنت بدور على المشكله، لما اجي ادور على مشكله لازم ادور على مشكله مهمه في مجالي. يعني انا مثلا في مجال الطب ما اروحش ادور على حاجات ليها علاقه بالزراعه، يعني افضل اتكلم عن الاورجانيزمات واروح سايب الاورجانيزم واروح اتكلم عن التربه اللي بيعيش فيها واستفيض فيها، لا خليني مركزه على الحاجات اللي تهمني. يبقى ادور على مشكله مهمه في الطب بتاعتي، واكون دايما بركز على التفاصيل الحديثه. يعني مثلا ما اروحش اجيب بحث من التسعينات وابدا ان انا اعيد صياغته وكده. طب ليه؟ طب ادور على حاجات موجوده في 2020 مثلا قريب من كده. دايما ابص للمشكله بصوره كبيره، يعني اللي هو اللارج بيكتشر، ما يكونش تفكيري محدود، لا ببص لها بمنظور واسع كده، تمام. وطبعا بعد ما اخلص ده دايما لازم اقرا كتير عشان اعرف المشاكل الحاليه عامله ازاي بالظبط، دايما اقرا كتير. وفي الاخر ابدا ان انا اتناقش مع بقى الطلاب بتوعي او مع زمايلي وهكذا، تمام. بعد كده هبدا ان انا اصيغ المشكله، انا دلوقتي عرفت المشكله فين بالظبط، تمام. هبدا ان انا اصيغ المشكله. عارفين لما كنا في الاكتيفيتي بنعمل فيه شبون، طبعا احنا كان عندنا لازم نصيغ المشكله في الاول، نعمل لها بروبلم فورميليشن،
في ناس عملت، الدكتور قالت ان في ناس عملت المشكله دي في سبحتين وثلاثه. لا طبعا، احنا لما نيجي نسوي المشكله لازم تكون سيمبل جدا وقصيره، جايبه لي مختصر ومفيد. انا ليه اقعد الوك كتير؟ واكون لما اجي اعمل بروبلم فورميليشن لازم اخلي بالي ان ممكن ناس ما لهاش علاقه بمجالي بتقرا عن المشكله دي، فلازم اكون حاطه في عين الاعتبار ان اي حد لازم يكون فاهم الكلام اللي انا كاتباه، مش احطه مثلا بطريقه تكون معقده وكده، لان لو طريقه معقده هتخفي المعنى الاساسي للمشكله، مش هتوريهم الحاجه اللي انا عايزه اركز عليها بالظبط، لانهم هيكونوا مشتتين حرفيا. تمام، بس كده. وبعدين هبدا ان انا خلاص حددت المشكله وعملتها وصغتها، هبدا ان انا احل. عندي بقى اللي هو الاناليتيك سكيلز دي، بقى قوه ان انا قوه ابراز القدره بتاعت الشخص. يعني ايه؟ يعني انا مثلا نزلت جمعت الداتا دي هتفيدني في حاجه؟ لا طبعا مش هتفيدني في حاجه. انا ما يفيدنيش الا النتائج، نتائج البحث هو اللي هيفيدني في شغلي. لكن انت داتا مشكور، عملت داتا وكل حاجه، بس يا ريت تعمل لي بقى تحليل احصائي افهم انا عايزه ايه من الداتا دي. فالداتا هي اصلا بتبرز البحث بتاعي لما اجي. وطبعا في ناس ما بتعرفش اصلا يكون عندها التحليل الاحصائي دي. يعني مثلا واحد بيعمل ماجستير وهو في النساء، مبيبقاش عارف يعمل اللي هو الاناليتيكال سكيلز دي، ما يكونش عنده، فيبدا انه يتطرق للكوميونتي يقول لهم، يقول لزمايله يعني يعملها لي وكده. فطبعا دي يعني مهاره مهمه جدا، كونك كود ريسيرشر لازم يكون عندك ابيلتي على الاناليسيس. تمام، كل ما تكون الاناليسيس سكيل دي عاليه، كل ما انت هتطلع نتائج حلوه. تمام، تعتبر هي حلقه الوصل ما بين الداتا كولكشن والجود ريزلتس. يعني هي حلقه الوصل ما بين الداتا اللي انا جمعتها والنتيجه اللي هتفيدني في البحث بتاعي. انا ما يهمنيش الداتا قوي قد ما يهمني الريزلت. مين بقى اللي هيربط ما بينهم؟ هو الاناليتيك سكيلز دي. الرايتنج سكيلز اللي هو كنا ليه ساينتفك رايتنج اللي هو الكتابه. طيب انا دلوقتي جبت ريسيرش كتبته بطريقه معينه ومش عارف ايه، لازم اكون فاهمه لما اجي اكتبه هكتبه ازاي، اجهز البحث بتاعي عامل ازاي. تمام، لازم يكون فاهم ازاي يعمل بريبير والاستراكشر للبيبر. طبعا دي بتشمل كذا حاجه، يعني ازاي هيصيغ المشكله، ازاي يعرف يعمل ريفرنس للستايل، وكمان دايما لو هو استعان بسورس معين لازم يكتبه عشان حقوق النشر وهكذا. تمام، ويكون عنده ما يكونش عنده اخطاء لغويه خصوصا بقى في الجرامر وهكذا. تمام، والنحو والحاجات دي اللي هو يكتب بالعربي ما يكونش عنده اخطاء لغويه. كمان يكون عارف انه يوصل الرساله بتاعته بطريقه، يعني بطريقه سيمبل وطريقه ايه افكتيف. تمام، دي كلها تندرج تحت الرايتنج سكيلز. في بعض الناس مش عندها اصلا السكيلز دي، وبالتالي بتكون عقبه بتقابلهم لما يجي يكتبوا لي بحث، مش عارفين يكتبوا بحث عشان هم مش عارفين يكتبوا ازاي. هم عندهم الافكار وعندهم النتائج وعندهم كل حاجه، بس ازاي مش عارفين يرتبوا بقى افكارهم دي ولا عارفين يكتبوا، بتبقى مشكله كبيره جدا قدامهم. تمام، البيشنس تكون قلنا عليها انها سوفت سكيل. طبعا الريسيرش بيحتاج وقت طويل، فانت لازم تكون صبور، مفيش نتيجه هتطلع فورا اكيد. الريسيرش ممكن اصلا يمتد معاك لسنين طويله، يعني مش شقلب وقلب كده، لا خالص. طبعا البحث بتاعك اذا كان بقى نظري او عملي او ايا كان، هو كده كده لازم يحتاج وقت. فانا لازم ادي كل حاجه وقتها، والحاجه اللي هديها وقتها لازم اكون صبور عليها، اكون صبور عشان اوصل لنتائج حلوه. تمام، بعد كده لازم يكون سيلف اسسمنت اللي هو يكون واثق في نفسه، دي تعتبر برضه سوفت سكيل. ليه بقى السوفت سكيل مهمه؟ اصل انت كده كده هتقدم البرزنتيشن بتاعك او هتناقش الرساله بتاعتك مع دكاتره اكبر منك رؤساء اقسام وهكذا. طبعا انت لما تيجي تتكلم لازم تتكلم بثقه، لان الثقه دي اصلا الثقه بتعكس البودي لانجوج بتاعك. فالبودي لانجوج ما يكون بتاعك بيرفكت، السيلف اسسمنت بتاعك بيرفكت، ففعلا هيقتنع بكلامك. طبعا كمان ثواني انا لخبطت حاجه، انا اسف. السيلف اسسمنت معناها ان انت دايما تقيم نفسك. سوري انا افتكرت حاجه ثانيه. السيلف اسسمنت معناها ان انت بتقيم نفسك. يعني ايه بتقيم نفسك؟ يعني انت لما عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك من الاخر، قبل ما تناقش الرساله دي، لازم لازم تشوف النقاط اللي انت شايف انها، يعني تنتقد نفسك من الاخر قبل ما حد ينتقدك، لان دايما لما تدور على نقاط الضعف هي دي الطريقه الامثل ان انت تطور من نفسك. تمام، السيلف كونفيدنس هي دي الثقه في النفس، لكن السيلف اسسمنت اللي انت بتقيم نفسك. تمام، انا سوري يعني اتلخبطت تماما، معلش. طيب بعد كده الكوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز دي اللي احنا اتكلمنا عنها كتير في المديول، اللي هو ازاي بقى انت لازم تجمع داتا، فالناس اللي هتجمع منها داتا دي لازم الاول تبني ما بينك وبينهم علاقه فريندلي، تبني ما بينهم علاقه فريندلي عشان يديك معلومات صح، وبالتالي ما حدش بقى يبقى متضايق وبيديك او انه يلخبطك او هكذا. يعني
تمام. وبرضه لما دي بقى لما تيجي بقى ايه اللي كنت بتكلم عنها، لما تقدم نفسك للاساتذه بتوعك تناقش رساله الماجستير بتاعك او اي حاجه، لازم يكون عندك ثقه في نفسك ويكون عندك كوميونيكيشن سكيلز، يعني تعرف لغه حوار ما بينكم، وبالتالي تعرف تقدم الافكار بتاعتك كويسه. لان انت لو مش عارف تقدم افكارك دي ومش عارف تعمل كوميونيكيشن، ما عندكش كوميونيكيشن سكيلز، مش هتعرف كل اللي انت عملته في البحث ملوش اي 60 لازمه. تمام. بعد كده عندي التيم مانجمنت سكيلز، اللي هو ازاي انت بتشتغل في التيم وتخلي زمايلك تاخد اقصى استفاده من زمايلك، كله يطلع اقصى حاجه عنده، اقصى حاجه ايه عنده، خصوصا بقى لو انت ليدر، فانت هتكون محتاج جدا انك تخلي كل اعضاء التيم بتوعك يطلعوا افضل حاجه عندهم، لان ده انت الليدر. تمام. بعد كده عندي البروبلم سولفنج والادابتابيليتي. ايه هو بقى؟ اللي هو انا خلاص خلصت المشكله ومش عارف ايه، ابدا ان انا احل المشكله دي. ما اجي احل المشكله لازم اختار الاداه المناسبه اللي هتجاوب لي على الكويشن اللي انا حطيته في الاول، مش انا حطيت سؤال بقى اللي هو في بروبلم وكده لازم احله. طب هحله ازاي؟ احنا خدنا في التوتوريال الفيش بون والهيستوجرام وكذا حاجه، تمام؟ وان احنا اصلا واخدين اكتيفيتي عن الفيش بون، فدي تعتبر السويتبل تولز اللي هتجاوب لي على المشاكل اللي هم حطوها لي في الاكتيفيتي. في حاجات تانية مش هتبقى محتاجه فيش بون، هتبقى محتاجه حاجات تانية، فدي بتختلف على حسب الكويشن بتاعي ايه بالظبط. تمام. لازم اقرا واقرا واقرا، وطبعا ما يأس ابدا، لازم في اكيد في حلول، اكيد في حلول. بعد كده عندي ريسبتيف اتيتيود جيت يوز تو كريتيزم، اللي هو لازم اكون بتقبل النقد، اكون من الاخر لو حد بينتقدني في حاجه ما اتعصبش ما اتضايقش، لا ده بالعكس ابدا افكر في كلامه، هو فعلا معاه حق ولا مش معاه حق؟ اصل لو معاه حق يبقى انا كده عندي نقاط فعلا محتاجه ان انا اعدل عليها. فاصلا الكريتيزم هي تعتبر افضل طريقه ان انت تصحح اخطائك، افضل طريقه ان انت تصحح اخطائك ان انت تتقبل النقد وتبدا انك تغير في اسلوبك، تغير في الحاجات في الاخطاء اللي انت وقعت فيها، وبالتالي هتبدا ان انت تطور من نفسك. تمام. طب انت ازاي بقى؟ في ناس اصلا مش بتحب تنتقد، مع ان ممكن تكون من جواها كده حاسه ان فعلا حاجات فيها حاجات غلط عندك، اعمل ايه؟ ابدا ان انا اسالهم، اديهم فيدباك اللي هو ورقه كده، املوا لي الفيدباك ده، شايفين ان نقاط الضعف، ان نقاط القوه، وهكذا. هما بقى بيبداوا ان هما فعلا يقولوا لك ايه نقاط الضعف اللي عندك وتبدا ان انت ايه تصلح منه. فدايما اديهم فيدباك للورك، يعني ممكن انت اللي تدي فيدباك اساسا، فبالتالي انت ممكن تنتقد. يعني انا لو ملاش رساله الماجستير، انا دلوقتي لسه معيد مثلا، لسه معيد، فهم اللي هينتقدون طبيعي. طب افرض بقى انا خلاص بقيت استاذ مش عارف ايه، هلاقي نفسي انا اللي بقيت انتقد الطلبه اللي اصغر مني او اللي هم الطلبه الامتياز وهكذا، ابدا ان انا اللي انتقد، ابدا انتقدهم. تمام. ماشي. بعد كده عندي البروجكت مانجمنت سكيلز، دي بقى الباحث، قدره الباحث عن انه انا كباحث ببدا ان انا بجمع معلومات وكده. تمام. المعلومات دي لازم تكون مهمه، مش بجمعها من دماغي، لا طبعا بتبقى في عندي مصادر خاصه ببدا ان انا اجمع منها المعلومات. وبيبقى في يعني ايه في الرايتنج بكتب الريسورسز دي اللي انا خدت منها المعلومات وكده. فمهم ان انا لازم اكون واخده بالي في الريسيرش بروجكت مانجمنت، ان انا عارفه المشروع بتاعي بالظبط، الريسورسز اللي انا هاخدها منين بالظبط، واكون مظبطه دنيتي من الاخر. تمام. بعد كده عندي الكرياتيفيتي اللي هو الابداع، ما اكونش بقلد حد. يعني ايه؟ يعني دايما احاول ابتكر افكار جديده، ابدا ادور على بدائل، ادور على حاجات فعلا تكون مفيده في حل المشكلات، مش كلام انشا، هو مش مثلا حد قال حاجه اروح اكرر الحاجه بس باسلوب تاني، لا احاول انا ابتكر من جوايا. كل ما اكون انا كرييتيف كل ما الريسيرش بتاعي يكون احسن واحسن. واصلا بيقول ان اول الكرياتيفيتي تعتبر حجر الاساس لاي مجهود، يعني انت لما كل ما تكون كرييتيف في اسلوبك او كده، ده هيكون بيقول فاندمنتال، دي يعني حجر الاساس، دي الايفورت اللي هو قصده بالبحث، هو حجر الاساس للبحث ايه بتاعك. التايم مانجمنت اللي خدنا فيها محاضره طويله وعريضه ومش عارف ايه، ان انا لازم دايما ادير الوقت بتاعي. طبعا نفسك ليها حق عليك، لازم تبقى موازن حياتك ما بين الشغل وما بين ايه؟ وما بين الرفاهيات بتوعك، ما بين الشغل بقى او الدراسه او الريسيرش او اي حاجه، ما بين بقى ايه هواياتك، ما بين عائلتك، ما بين اصدقائك، ما بين ايه. وبالتالي لما انت تعمل بالانس ما بينهم، تعمل تايم مانجمنت كويس، يكون عندك هيلث لايف ستايل ايه افضل. تمام. طبعا الشخص اللي هو مش بيعرف يدير وقته صح، وشخص عشوائي، هيلاقي ان هو بيبذل مجهود كبير ومش بيلاقي اي حاجه، يبقى هو بينزل مجهود كبير على الفاضي. كل ما تعرف تدير وقتك كويس، كل ما هتطلع اقل مجهود يطلع لك افضل نتيجه. تمام. اخر حاجه هي البرزيستنس، اللي هو الكونتينوس افورت، يعني انا اكون مستمره، ودي طبعا بتيجي من البيشنس. كل ما اكون صبوره
كل ما هقدر ان انا اكون قادر استمر. يعني اوعى تستسلم، ولو بتعمل اي حاجه كمل فيها، ما تبداهاش وتسيبها وتركنها. فلازم تدرك ان اي حد عشان يوصل لحاجه لازم تقابله فشل، يقابله صعوبات كتير. حتى دكتورة قالت حتى اول الدفعه اول كم مفكر ان هو عايش حوار ده، بالعكس ده بيفشل كتير جدا، بيتقابله مصاعب كتير جدا، بس الذكي بقى اللي يقدر انه يتغلب على دول، وكمان يقدر انه يستمر في اللي بيعمله، ما ييأس من الاخر. كل ما تكون قادر ان انت تكمل في اللي انت بتعمله، كل ما هتكون مور افكتيف وقادر تطلع افضل حاجه ايه عندك. فالفشل تعتبر جزء من النجاح، مفيش حد بيفشل، مفيش حد بينجح الا لما بيفشل. يبقى انت كل ما تتعلم من اخطائك كل ما هتنجح، تمام؟ خصوصا ما في الريسيرش، لان الريسيرش ده فيه انفستيجيتور كتير، فيه ناس ابحاث كتير جدا بتترفض. يعني في ناس اصلا بتناقش رساله الماجستير دي في اكتر من 4 مرات. يعني ده بيقول لك ايه، ممكن يكون عندها 40 سنه ولسه ما مش عارفه تاخد الماجستير بتاعها، او مش عارفه تاخد التخصص بتاعها. طب ليه كده يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ مش عادي عملت ميستيكس كتير ومش عارفه تتعلم منها. لا، بس انت حاول تتعلم منها اكتر عشان تعرف توصل ايه بدري، تمام؟ ومع ذلك ما تستسلمش، تمام؟ طيب بعد كده في 6 نصايح بقى. دايما اشتغل كويس، دايما خليك مبتسم. يعني انت هتبدا في بحث معين، ما تسيبوش، خليك شخص مسؤول الحاجه اللي تبدا فيها، التزم بيها. ودايما تكبر الاخرين، تكون يعني مثلا ما يبقاش شخص منقلق على دماغه كده، لا يعني خليك متفتح، تتقبل اختلاف اللي حواليك. عارف عندك سكيلز، كوميونيكيشن سكيل من الاخر، وكولابوريشن، يبقى في تعاون ما بينك وبين الناس اللي بتشتغل معاهم، او الناس اللي هتاخد منهم داتا او هكذا. ودايما ثق في الشخص اللي بينصحك، مش اكيد مش هيضرك. يعني هو بيديك نصيحه، ولا عايز تاخدها تاخدها، مش عايز تاخدها رايح دماغك، بس خليك واثق ان اللي بينصحك بيحبك، تمام؟ وفي الاخر دايما لازم تحدد هدفك. هم 6 حاجات: اشتغل كويس، خليك مبتسم، خليك متفتح، وكمان كمان تعاون مع زمايلك، او تعاون مع الناس اللي هتاخد منهم الداتا، ودايما ثق في الشخص اللي بيديك النصيحه، وكمان حدد هدفك كويس، تمام؟ احنا ممكن نقول السكيلز دي تاني. يعني مثلا كنا اول حاجه كنا قلنا ان احنا ايه، هنعمل ندور على مشكله، وبعدين هنبدا نعمل لها فورميليشن، نصيغ المشكله، نحطها في طريقه سيمبل خالص. بعد كده نبدا بقى نعمل جبنا داتا، جمعنا الداتا، يعني نبدا نستخدم الاناليتيك سكيلز بتاعتي عشان تطلع لي ريزلت، وافهم البحث بتاعي هيطلع لي نتيجه كويسه ولا ما طلعليش نتيجه كويسه. وبعد كده ابدا بقى ان انا اكتب الريسيرش بتاعي، بس اكتبها بالانجليزي ساينتفك رايتنج، بناء على حاجات معينه لازم اكون مظبطاها كده، واوصل الرساله بطريقه ايه، بطريقه صح. لازم يكون عندي صبر، لان الريسيرش بياخد وقت طويل جدا، ولازم دايما اقيم نفسي، ما استناش ان حد ينتقدني، لا انتقد نفسك انت الاول، اعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، لان ده اللي هيساعدك انك تطور من نفسك. خلي عندك كوميونيكيشن سكيل، خلي عندك كوميونيكيشن سكيل، يعني يكون تواصل حلو مع اللي حواليك، اذا كان بقى الناس اللي هتلقي عليهم الرساله بتاعتك، او الناس اللي هتجمع منهم الداتا. وكمان تكون عارف تدير التيم بتاعك، لو انت بتشتغل في تيم وكده وانت ليدر، لازم عارف ازاي تطلع افضل حاجه من زمايلك. وحل المشكله انك باختيار الاداه المناسبه. احنا قلنا احنا كنا مختارين فيشبون، في ادوات تانية كتير، دايما اقرا يعني وما تيأس وهكذا. دايما تقبل النقد، تقبل النقد، لان ده افضل، يعني افضل طريقه ان انت تصلح من نفسك، انك تتقبل النقد وتعرف اخطائك، تمام؟ والبروجكت مانجمنت اللي انت تقول ايه، ريسورسز، البروجكت مانجمنت بتبقى ايه، بتبقى ريسورس، ماشي. والكرياتيفيتي ان انا بدور على افكار جديده، ماشي. والتايم مانجمنت ان انا اكون مظبطه الوقت بتاعي، يعني عارفه اعمل بالانس في حياتي عشان يكون عندي هيلثي لايف ستايل. وفي الاخر لازم اكون بستمر في الشغل بتاعي، اكون ايه، بستمر، تمام؟ يكون عندي صبر يعني. ودول بقى 6 ادفايسز اللي في الاخر، هي محاضره بسيطه جدا، وخلصوها وربنا ما يوفقكش ليها. واعتذر جدا لو قصرت في حاجه.